نحتفلوا بالدورة السادسة باليوم العالمي للتبريد. هذه المناسبة كيحتفلوا بها المحترفين والغير محترفين في العالم كله. هذا اليوم عرضنا على خبراء من المغرب وخارج المغرب من القطاع الخاص والقطاع العام لنحترف لنتكلم على أهمية الحرارة وكيف نتحكم في الحرارة. القطاع التبريد في المغرب قطاع هام لجميع القطاعات: الصناعة، الفلاحة، السياحة. وهذا القطاع احنا واجب علينا احنا في الجمعيه اللي نعطيه القيمه ديالو اللي ما عندوش حاليا. كنهضروا على مبادرات في التكوين، في لا سيرتيفيكاسيون، لا ريغلمونطاسيون. وهذه المبادرات محتاجين ليها باش المغرب يكون من الدول الافريقيه الاولى وعلى المستوى العالمي حاضر في الدول اللي كيحترموا البروتوكول مونتريال الى مضمون كيغالي. كنبغيو نحسوا الناس اللي كيخدموا في هذا الميدان هذا بالاهميه ديال والخطوره ديال الاستعمالات ديال الغاز اللي كتستعمل في الميدان ديال التبريد وتكييف الهواء على البيئه. لذلك كاين معنا الناس ديال الوزاره التابعه للصناعه والناس ديال الامم المتحده اللي هما اللي مدعمين هذا النشاط هذا باش نوعيوا الناس على الاستعمالات الخاطئه ديال هذه الغازات هذه الا مشات حتى انطلقت في الهواء انها كتضرب لاكوش دوزون. والمشكل هو انه كاين واحد العدد ديال الاستعمالات الغير القانونيه في هذا الميدان هذا اللي خاصها كنحاولوا ما امكن باش اننا نحيوها من المارش. ما يمكنش تلقاي شي ميدان ديال في الحياه اليوميه ديالنا الا والميدان ديال التبريد كيدخل فيها. المشكل هو الاستعمال الخاطئ للغازات اللي ولات جديده، الغازات اللي كانت قديمه وكيفاش هذه الغازات اللي ولات جديده. كاين غازات اللي الا مشات انطلقت في الهواء كتضرب لاكوش دوزون. كاين غازات جديده اللي هي خطيره من حيث الاستعمال انها اما كتكون سامه او لا كيمكن تسبب الاختناق، ولكن هذا ما كيمنعش ان الاستعمال ديالها لان غازات طبيعيه ما كتضرش بلاكوش دوزون، انما خاص تكوين في الاستعمال الجيد لها باش ما يكونش فيها شي خطوره على اولا باش نهربوا من يكون خطوره على لاكوش دوزون غادي يولي خطوره على الانسان. يعني شنو خص يكون عند التكوين باش يكون الاستعمال الصحيح ديال الغازات ديال التبريد. الخطه الاستراتيجيه المهمه في عند الجميع عندنا هو التكوين ثم التكوين، لان بالتكوين يمكن لنا هاد لي تكنيسيان اللي كاينين في المارشي باش يعرفوا الطريقه الصحيحه للاستعمال ديال هاد الغازات. ان فوا غادي يعرف الاستعمال الصحيح ديالها ما غاديش يكون مشكل عندنا. غادي نكونوا نقولوا حنايا نجينا جوج الحوايج: من جهه لاكوش دوزون باش ما يبقاش دوك الغازات القديمه غنكونوا حيدناها، وفي نفس الوقت الانسان اللي غادي يستعمل هاد الغازات هادو ما غاديش يبقى يستعملهم بواحد الطريقه خاطئه اللي تقدر تضره في الحياه ديالو.